حضارات مع نهى سعدي. حضارة المايا. الحكم في المايا الكلاسيكية هرمية صغيرة برئاسة حاكم وراثي يعرف باسم أجاو. كانت هذه الممالك عادة ما هي أكثر من عاصمة، وبجوارها عدد قليل من البلدات الصغيرة. وإن كانت هناك ممالك أكبر تحكم أراضي كبيرة تحت رعاية أنظمة سياسية أقل، كان لكل مملكة اسم ما يتوافق بالضرورة مع أي منطقة داخل أراضيها. كانت هويتها الوحدة السياسية المرتبطة بسلالة حاكمة معينة. المثير للاهتمام أنه بالرغم من الحروب المستمرة والتحولات النهائية في السلطة الإقليمية، معظم الممالك بدأت تختفي في الساحة السياسية حتى انهيار النظام برمته في القرن 9 للميلاد. وفي هذا الصدد ممالك المايا الكلاسيكية شبيهة بشكل كبير للأنظمة السياسية في أواخر ما بعد الكلاسيكية اللي واجهها الأسبان في يوكوتان ووسط المكسيك. كمان يمكن أن تكون بعض الأنظمة السياسية تابعة لحكم متسلطين من خلال الغزوات أو السلالة، وحتى الآن استمرت على أنها كيانات مستقلة. حضارات مع نهى سعدي.